FM من 7 ل 10 متاع الصباح. أريج الحمروني 9:11. أهلا وسهلا ومرة مرحبا بكم مرة أخرى في برمجة خاصة حتى لين ترجع لميسيون أمبوسيبل اللي قررت إدارة تحرير إيفام إيقافها مؤقتا للأسباب اللي تعرفوها واللي كنا حكينا عليها مفصلا مع رئيس التحرير في ساعتنا الأولى من هذه البرمجة الاستثنائية. دوك تعزيزات تجينا توا في ساعة هذه الأخيرة من قسم الرياضة. الحقيقة مانيش عارفة كيفاش باش تكون هل مواجهة اللي باش يحكيوا فيها على المواجهة المنتظرة بين الترجي والأهلي، وباش نحكيوا على جملة من المواضيع الأخرى. نستقبل ديريكتومون زميلي مهدي العيادي. مهدوش صباح الخير. صباح الخير إيريس. صباح الخير أسامة. صباح الفل مهدي. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على الدعوة. مرحبا. يعطيك أنت الوحيد المخاول صديقنا مش تحكي الأمور هذيا. ماهوش عارف الحقيقة هو كيفاش باش يكون سيريو. مش لازم يكون سيريو برشا، المهم يعطينا شنو اللي صاير، شنو اللي مش صاير مع انطلاق بيع تذاكر دور النهائي لرابط الأبطال الإفريقية، خاصة مهدوش مع الأخبار اللي جيتنا منذ قليل من أمام شبابيك بيع التذاكر بملعب المنزه. الأحداث وصلت حتى أنه الحركة تاع المرور فيما يخص المترو واقفة تماما بسبب الجماهير الحاضرة بأعداد كثيفة، وكذلك صارت بعد بعض المناوشات. نخلي لك كل تفاصيل تفضل مهدي. اللي هو الحدث يفرض نفسه، الحدث الأسبوع هذا يعني نهار السبت 8 متاع في ملعب رادس فينال لي للتشامبيونز ليغ الافريقي بين الترجي والاهلي المصري. اليوم كان انطلاق بيع التذاكر كما كنت تحكي انت اريج، السبعة متاع الصباح في شبابيك المنزه، فما برشا مناوشات واحداث عنف. هو الديجيتال حاب يوريكم التصاور اللي من البارح في الليل. جمهور الترجي كان موجود في وين شبابيك المنزه، يعني صفوف كبيره وعدد غفير وفول كبيره ياسر من جماهير الترجي من البارح في الليل بيته باش تاخذ تيكي. نعرفوا مليح اللي 9000 تذكره فقط في قصتهم اداره الترجي، 9000 تذكرة بيلوز ب 50 دينار. علاش 9000 تذكرة؟ لأن الترجي عندهم 17000 أبوني. نعرفوا بعد الاجتماع الأمني صار في ولاية بن عروس تمنح 27000 جمهور باش يدخل للمباراة. دونك إدارة الترجي خاصة 9000 تذكرة في انتظار برشا أحداث، ويقولوا فما ديزانفورماسيون، يقولوا يمكن يزيدوا شوية تذاكر. تعرف مليح كان نعملوا مقارنة بماتش لالي وماتش الروتور، وزارة الرياضة في مصر عطات ساعة كاملة للملعب القاهرة اللي باش يدور فيه اللقاء. دونك من الصباح كما قلت جمهور الترجي امبارح في الليل موجود. دونك فما أحداث، فما صارت مناوشات وأحداث عنف حسب الأخبار اللي عنا تو مراسلين موجودين على عين المكان. يعني توقت الأمور ورجعوا يبيعوا في التذاكر. التذاكر راهم نص ساعة غير بعد 9000 تذكرة باش توفر بالفول موجودة. كل ما تصير عمليات بيع تذاكر وتسعة آلاف ما همش برشا، تصير ديما عمليات متاع مع المناوشات واعتداءات وتعطيل للمرفق العمومي والمترو دو ما يخدمش هو أسامة باش نصلح لك حاجة. راهو في الدومي فينال وفي الانكار ما صارش الشيء اللي صار اليوم. اليوم واضح فينال، الناس كل تحب تدخل في فينال تاريخي للترجي، تحب الترجي على خامس بطولة إفريقية تشامبيونز ليغ. دونك اليوم الناس كل مشيت توجهت باش تاخذ لي تيكي. دونك باش يصير هذا الكل بالرغم اللي فما تعزيزات تمنيه كبيره وريناهم راهو يعني موجودين على حافه وين ملعب المنزه وانطيري بملعب منزه اللي يعرف مليح. مالوغوزمون احنا في تونس ما نجموش ملعب رادس يهز 60000، دونك 9000 تيكي فقط. هذا هو الاشكال حالي الان في كورتنا. شويه يعتبر 9000 شويه برشا يعني تعرف مليح مع 17000 ابوني معناها تصور 27000 برك في حدود 30000 باش يدخلوا هما راهو فما 3000 نتاع العاده نتاع العاده نتاع بعثني سفلان هذا اللي نعرفوه معناها واللي ما نجمش يتخبى بيان سور. دونك فما 30000 في الستاد باش يكونوا هذا مؤكد، ولكن 9000 تذكره والناس كلها تحب تاخذ تذاكر والمارشي نوار المعضله اللي ما تنحاتش وماش نحى. دونك هذا اللي سبب مناوشات وهذا اللي سبب هل الصور اللي كنا نشوفوا فيهم صحيح. والاهم في هذا الكل بتيكي مش بتيكي، الاهم هو الترجي التونسي يحرز على لقب الشامبيونز ليج لانه لقب مهم جدا خاصه في الاحداث اللي صايره في الجامعه التونسيه لكره القدم وفي الموجود في الكره في تونس. نعمل ترانزيسيون من الشامبيونز ليج باش نمشيو للاحداث في تونس. الرابطه ولكن باش نقعدوا مع الترجي الرياضي
تونسي ماناش باش نبعد باش نحكيو على قرار الرابطه ورد الترج. صحيح الويكلو هو اللي صار البارح، هو ساعه باش نكونوا واضحين بس الناس تشاهد فينا وتسمع فينا تفهم شنو اللي صاير في كورتنا. كل اسبوع الرابطه تجتمع وتعمل جمله من القرارات على سولون الاحداث والتقارير اللي جيها في كل مباراه. ريش البارح الاجتماع الدوري المكتب الرابطه وين الاجتماع الدوري قرر في عقابه تسليط عقوبه ويكلو على الترجي التونسي واتحاد المونستيري. علاش؟ خاطر من اجل العود في رمي القوارير. اش معناتها؟ يعني مرتين في زوز مباريات متتالية جماهير الترجي رمي القوارير وجماهير الاتحاد المونستيري، لهنا قانون واضح. في المرة الثالثة تعاقب بزوز مباريات ويكلو 7500 دينار لهنا. هذا قرار احتج عليه برشا يعني مسؤولي الترجي واتحاد المونستيري. لكن البارح رينا في كونفيرونس دو بريس اللي كانت مخصصة للاعبين الترجي تدخل نطق الرسمي والزميل وليد قرفيلة وعمل ندوة صحفية، وكان في خطاب شديد اللهجة نسمعوا اكستري منه. اليوم فما عرقلة وفما ديكوبا ضرب تحت الحزام من الهياكل الرياضية للترجي النادي التونسي. ومن بعد انتوما ما تسالوش عليه الترجي ما يحضرش كي الجامعة تعمل جلسة عامة، علاش الترجي ما هاو عندكم الجواب اليوم علاش الترجي ما تحضرش. وشاهدتوا مقابلات صار فيهم ضعف أضعاف من الدبابز اللي هبطت. لكن اليوم التقارير متاع الحكام والشجاعة متاع الحكام ومتاع المندوبين متاع الرابطة تحضر وتغيب. فما مقابلات تمشي فيها تقارير صحيحة وتمشي فيها تقارير تجسم اللي صار وتحكي على اللي صار، وفما مقابلات الحكام والمندوبين يكونوا فيها شهود زور لخدمة مصالح بعض الجمعيات الأخرى. وإحنا راو حتى كي تصير حاجات ما تكلمناش، ديما نرجعوا اللوم على رواحنا. بعبارة أخرى مانيش بكاية، ما نبكيوش، ما حسناش بالمساندة في الترجي الرياضي التونسي نعملوا على رواحنا. لكن اليوم وليتوا تحطونا في العصافة العجلة، ما عادش حتى المساندة نلوجوا عليها. شوفوا الناس الاخرين كيفاش تتعامل، شوفوا المنافسين كيفاش يعملوا لهم. تابيروج قبل يعملوا اللي يحبوا يلعبوا وقت اللي يحبوا ما يلعبوش وقت اللي يحب. الحقيقه كما قلت لك احنا الناس هذوما الحمد لله اللي باش يرحلوا على المشهد الكروي في اقرب وقت. والله اوني ديغوتي، والله اوني ديغوتي. معناتها الحقيقه اخر حاجه كنا نتصوروها فما محبات الجمعيات على غير جمعيات، وربما اللي يبكي اكثر نعطيه واللي يهدد اكثر نعطيه واللي نتعاملوا معاه ونخافوا منه. برشا كلام ريج وسامة كما تسمعوا فيه. وليد قرفيلة اللي عودنا برزانة يعني تبارك الله عليه، دونك البارح كان متشنج وكان خطاب مش كلام مسؤول برشا. علاش علاش شنو ترى المسؤولين معناها نعرفوا انه نوعيه الخطاب اللي نجم يقدمه مسؤول وناطق رسمي باسم جمعيه كبيره كيما الترجي الرياضي التونسي، ولكن حكي برشا تشنج البارح. وليد قرفيلة عمل برشا مقارنات، هو أيوة عمل برشا مقارنات وعمل برشا عداوات بين الجماهير الرياضيه بين الفرق المتنافسه على البطوله ولا على غيره، ويقول انه في اطار الاحداث الاخيره والكلام اللي قاله حاتم الطرابلسي ما نحبوش كون حتى حد شكون يسندنا وكذا، لكن كنا نجم وكان ينجم يطالب وليد قرفيلة من غير ما يتهم الرابطه ولا يتهم جمعيه. هو 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 الاختلاف صار في التايمينج نتاع قرار الرابطه. يرى روحه اللي هو يلعب فينال فينال كبير ويمثل كره تونسيه بكل لك انا قانوني ولا معني قانوني قانوني ليه واضح قانوني يعني هذا واضح. اليوم فما تقرير من حكم بولعريس حكم مباراة الأخيرة للترجي الرياضي التونسي ونجم الرياضي الساحلي، فما رامي قوارير ودونك الترجي عنده سرسي زوز مباريات المرة الثالثة باش تعاقب ويكلو. لكن هو لهنا التايميك أول حاجة هذا اللي علق عليه وليد قرفيلة والمحلين بصفة عامة البارح. حاجة الثانية واللي هي اللي ركز عليها قرفيلة قال راهو شوفوا كيفاش الجامعة المصرية تتعامل مع الأهلي المصري واحنا الجامعة التونسية كيفاش تتعامل معنا. حكى على التايمينج نتاع القرار، حكى كذلك على ضغط الرزنامة اللي دوما مروح من جنوب افريقيا لعبت 3 أو 4 مباريات الترجي التونسي لعبتها اللي تولى قبل الناس كل في تونس هذا موجود في تونس موجود لعبتها قبل في تونس موجود وصارت قبل وما هو في تونس موجود عادي، لكن في تونس موجود لكن في دول اللي كونكيرون كيما الاهلي المصري. الاهلي المصري راهو عنده 5-8 مباريات راهو روبورتي في البطوله المصريه، وهذه على المقارنه اللي صارت. حاجه اخرى واللي صارت واللي اهم هو عمل مقارنه بمباراه نادي الافريقي اللي تقرير الحكم كان غيان سينيالي مكتب حتى شيء علاش ما تعقبش ويكلو النادي الافريقي باش يلعب الديربي بالجمهور. الابرز توا من هذا الكل اللي يهمني انا الحقيقه وكل الجماهير التونسيه على الاقل هو المواجهه اللي تستنى في الترجي الرياضي التونسي ان شاء الله يكون موفق فيها. توا نرجعوا لل والترجي قادر باش يروح بالشامبيونز ليغ وهذا 50-50 مباراه هذيا والترجي قادر ما دام وصل للدور النهائي.
المؤسف يا مهدي انه كلام جرفيلا راهو ياثر على الجوارات ويؤثر على الجماهير، وترجي عندها عندها ثقافه لا عندها ديفي مهم. وقلت انت راهو الماتش هذايا معناه ماتش مهم جدا، الكلام هذا والتشنج هذايا راهو ما ياثرش على الجمعيات الاخرى بقدر ما ياثر على جوارات الترجي وعلى جماهير الترجي. يمكن فما ذكي يقول لك انا البريسيون احنا نزوع احنا اداره ونخليو جوارات بعدهم على هذا الكل. لما نقول لك الترجي عنده الخبره، صحيح يلعب مع فريق عنده خبره كذلك، لكن الترجي عنده خبره في المباريات هذه وواضح الناس كل 13 التالي تحكي على الترجي ما تنجمش توصل للكوب دي موند. اليوم الترجي وصل للنهائي، ربح اقوى فريق في افريقيا اللي هو سان داونز، اليوم يلعب مع فريق الاهلي المصري، وان شاء الله كما قلت كل مباراه اللي تحققتها راهو فيها الي روتور، ماهوش ماتش هذا برك امبورطون، ماتش روتور هذا امبورطون، وهذا هو اللي يستنيو فيه جماهير الترجي والكره التونسيه بصفه عام. ان شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي في المواجهه المنتظره ضد الاهلي المصري من افريقيا والبطوله التونسية والعقوبات. قبل ما نمشي نحب نحكي على فرق مظلومين اعلاميا، ما همش قاعدين يحكيوا عليهم برشا البارح، تعرف مازن بورقيبه لا مش مازن بورقيبه عقيرة هذكم هم هيكم هم يعطيك صح. البارح كانت الجوله الاخيره في البطوله الرابطه الثالثه مستوى اول، وعرفنا شكون اللي ساعدوا للليغ دو، منزل بورقيبه فريق ملعب لفريق مازن بورقيبه، كوكب عقارب مستقبل الجاسرين، الفريق كبير مستقبل الجاسرين وعنده عادي لحجمه مش طبيعي لانه يستحق الليغ الاولى يلعبها صحيح. وهلال رديف كذلك، هما هذو اربع نوادي باش يطلعوا. بالنسبه لهلال رديف ماهوش 100% لان هذا في الليغ 3 فما زوز ماتشات، فما استئناف في جوان بين هلال رديف والرالوي هذا هو، لكن هلال رديف كره وين هو اللي استعد للليغ 2. حبيت نعطيهم نقول لهم مبروك، هي مش وقت واحد يقول لهم مبروك، لكن مبروك بتعرف الظروف الحاليه مش نتاع فرحه كبيره ياسر، لكن مبروك اليوم لان لينا البارح افراح في مازن بورقيبه وفي عقارب وفي رديف وفي مستقبل عقارب الناس تحتفل ما شاء الله. في مازن بورقيبه زاده شفنا البارحه احتفالات كبيره، شفنا مغني الراب سان فراي ساند في فريقه البارح في استاد عقلية الراب في مازن بورقيبه عقلية كبيرة اكيد بيان سور. ان شاء الله نصوروا يخمم بشد بريزيدون يعاون في الجمعيه بالكدا سفرا تبارك الله عليه بالفلوس، يعاون بالكدا بالكدا، يعاون في الجوارات، وكان تكفل بعدد كبير من المصاريف والمنح، وان شاء الله بصراحه تصور بهين تصور بهين الفرق اللي وراها عباد تدعم وتدز حتى بالكلمه الباهيه راهي توصل. صحيح كما قلت نحكيو على تو البطولة العالمية. انا حبيت نعمل باساج نحكي على كاس ايطاليا البارح، الفينال الكبير اللي صار في اولمبيكو في روما بين اليوفي واتلانتا. اتلانتا راهو فريق كبير، فريق باش يلعب فينال اوروبا ليج مع ليفركوزن، البارح لعب دور النهائي وانتصر اليوفي 1-0 بونتو فلافيتش في دقيقة 41. علاش ركزت على اليوفي؟ لان عنده شعبية كبيرة في تونس وفي الاستوديو هذا اللي بيت اليوفي عند شكون عندها شعبية سيئة. والكرة بصفة خاصة الكرة الإيطالية عندها قيمة خاصة في الاستوديو هذي. نحكي على استوديو ليميسيون امبوسيبل، كي نقولوا كرة كي نقولوا كرة القدم الإيطالية وخاصة اليوفي نقولوا مراد زغيدي. دونك تفضل مهدي، تحية لي مراد الزغيدي وربي يفرج عليه إن شاء الله. أكيد راهو البارح ماتش كبير، ماتش كبير اليوفي حتى في أسوأ حالاتها اليوفي ديما تهز تيتروات. البارح عمل رقم جديد اليوفي، رقم قياسي 15 مرة تهز الكأس، وهذا في رقم قياسي في تاريخه لليوفي، كذلك رقم قياسي للمدرب أليجري اللي خامس تتويج بكأس إيطاليا في تاريخ المدرب هذا أليجري، اللي البارح ريناه في وسط المباراة تغشش برشا، لكن البلوتي تري تو في الكأس فوزي إيطاليا فوزي بنزرتي متاع إيطاليا صحيح أليجري البلوتي تري في الكوس فوزي بنزرتي على مجموعة الكوس والبطولات. لا نحكي على التشنج صحيح هو التشنج أليجري نعرفوه ما يتشنجش هكاك، البارح ريناه يعني تشنج نحى الكوستيوم بتاعه وقربش نحى بس كوستيوم فوزي. على كل حال اليوفي اللي قلت في أسوأ حالتها هذا التيتر اللي هو تيتر رقم 15، كلمة على أليجري، يجب يوصلش مع اليوفي الموسم القادم. والأليجري اللي المدرب هذايا مدرب رينا عديد الفرق في إيطاليا، نصور ما يوصلش أسامة مع فريق اليوفي الموسم القادم. هذا بالنسبه للبطوله الايطاليه كخبر بشي يهم برشا اسامه نعرفوا اسامه يحب برشا وسمعتوا دوب ما سمع الاسم هكا في الاوف شكون بيه. البارح على منصه اكس تويتر عن البارح فريق السد على انتهاء التجربه مع بغداد بنجاح بشكل رسمي بعد 7 سنوات قضاها بغداد مع الفريق. هو هدف تاريخي للفريق، اسطوره من اساطير السد القطري في اللاعب الجزائري اللي مر بتونس، مر بالفريق النجم الرياضي الساحلي، وكذلك في المنتخب الجزائري اللي هاز
كاس افريقيا مع جمال بالماضي و يعني بعديد اللاعبين البلايلي وعديد اللاعبين الجزائريين. البارح يمكن بغداد بنجاح بعد تجربة 7 سنوات ويمشي يمشي وسام تصور. والله شو بقول لك انا ماذا بيرجع ليتوال كي تشوف لانه كما كان اسطوره من اساطير السد القطري وزاد اسطوره من اساطير النجم الرياضي الساحلي حقق معاه نتائج واهداف ما تتنساش. والمنتخب الجزائري زاد له طبيعه المنتخب الجزائري اكيد ما نتصور باش يقعد في الكره الخليجيه مش باش يخرج خاصه السعوديه على السعوديه بيان سور حاط عينيها على الاسامي هذوما دونك نتصور الاقرب انه يمشي للبطوله السعوديه. بل مازلنا احنا موجودين نحكيو على كره في العرب قطر. في قطر قاعدين في قطر البارح في تايلاند نعرفوا البارح كونغري 74 قاعد للفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم اللي قاعد يتقام في تايلاند وين باش عطات خبر الفيفا اللي اعلنت على اعتماد بطوله كاس العرب الفيفا وإقامة 3 نسخ القادمة في قطر 2025 2029 و2033 يعني خبر ممتاز هذا يعاون برشا منتخب تونسي كل 4 سنين عنده كومبيتيسيون أخرى فيها فلوس وكذلك نجمو نقيمو في تحدي ونعرفوا مليح 2025 فما بطولة إفريقيا في المغرب صحيح وفما بطولة العالم للتراجي في أمريكا يعني دونك 2025 باش يكون حافل برشا للفرق التونسية والمنتخب التونسي مهم جدا مهم جدا تعرف روحك في مع الفرق العربيه نعرفوا منيح اخر نسخه ريج وسامه المنتخب التونسي وصل للفينال خسر مع الجزائر ثيري بالعيش وقتها كان مدرب منذر كبير مدرب المنتخب التونسي وكانت بروفا باهيه لكاس افريقيا اللي قمت في الكاميرون وقتها. اما انا جوفالي البرفورمانس اللي عملناها في الكاس العربيه كانت خير بياسر من الكاس الافريقيه بصراحه كنا اقرب الى انه احنا نكونوا المتوجين اما لغلب الفريق الجزائري في الفينال وقتها كان حاضر لعبنا خير منه وانا ما ماركيناش منهم والناس كل تتفكر الماتش كونتر مصر وكيفاش معناها ربحنا بهدف ذهبي على الاخر لانه هدف زيد 5 اي تونس تهزت وتحطت نهارتها معناها بالبونتو هذاك اللي في اخر الدقائق ما كناش نستناو فيه. انا ما نحبهمش فترات الراحه انا نحب نتفرج برشا في المنتخب لانه هو بصراحه اللي يجمع الجوارات التوانسه اللاعبين التوانسه وهو اللي يلم التوانسه الكل على فيزيون واحده وننساوها كالتفرقه والمشاكل خاصة في قطر وسام خاصة في قطر عندنا وجيل كبير عندنا جمهور كبير في قطر عندنا فيراج صحيح حاضر صحيح في قطر حاضر عمر سوليه بونتو وقت نعيم نعيم سليتي هو اللي شات المخالفه وعمر سوليه ضد فريقه في كاج حارس المنتخب المصري الشناوي على كل حال هذه دورة وعقلة هكا كيما نقولوا بلغتنا احنا على الكرة اكيد الاهم خبر هو الترجي التونسي وال 48 ساعة القادمة اللي باش تعطينا جديد ان شاء الله وان شاء الله الاهم الترجي التونسي يهز الشامبيونز ليج ان شاء الله يا ربي. دونك في انتظار المواجهة هذه غدوة باش تكون عندنا زادة مواعيد رياضية اخرى وتتابعوا بقية النشرات الرياضية والبرامج الرياضية على اي اف ام احلى راديو. يعطيك الصحة مهدوش نهارك اسعد لايام امبوسيبل ستوديو فيه انا و سيما السعفي ما يكونش فيه أخبار الجهات والمجتمع شنو اللي صاير بالضبط في جهاتنا وولايتنا كل التفاصيل من المجتمع وسيما بعد الفاصل. في النص ساعة الأخير من هذه التغطية والبرمجة الاستثنائية جيكم لليوم وتتواصل حتى يعود برنامج ليميسيون امبوسيبل اللي قررت إدارة تحرير إذاعة EFM أنه يقف استثنائيا للظروف اللي تعرفوها واللي كنا حكينا عليها مطولا وبكل التفاصيل مع رئيس التحرير هيكل سلامة. القرار هذا اللي خذته EFM إلى أن يعود كامل فريق ليميسيون امبوسيبل بربي بالمناسبة حب نشكر برشا زميلي خالد العبيدي اللي كان أمن الأسبوع الفارط نفس النسخة اللي مستنسين بها من ليميسيون امبوسيبل في إطار غياب برهان بسيس إن شاء الله يرجع لنا في أقرب وقت. دونك أسامة كنا ما عطيناش تفاصيل قبل ما نخرجوا إشهار على الأخبار متاع المجتمع متاعنا اللي باش مشيو تحديدا للكسر نحكيو على وقفة احتجاجية بعد حادث أليم للأسف خلف وفاة تلميذتين. ذيك علاش الأهالي كانوا في وقفة احتجاجية هو قرار جي مناسب للأسف ولكن خلينا قولوا قرار متأخر للأسف. أعطينا كل التفاصيل أسامة قبل ما نستقبل ضيفنا.
بالضبط تريج نحكيه على القصر قفصة، ونحكيه على حادث مرور لي مخلف وفاة تلميذتين زوز بنات صغيرات الله يرحمهم وينعمهم وربي صبر أهليهم وكل أهالي مدينة القصر وكل أهالي ولاية قفصة. دونك وقفة احتجاجية في مكان الحادث اللي جد يعني منذ ساعات بالطريقة الرئيسية اللي تشق مدينة القصر وأصفر على وفاة زوز بنات في عمر الزهور، وتم غلق الطريق ذايا بسبب الاحتجاجات. دونك خلينا نمشي مباشرة لأكثر تفاصيل مع المراسل الصحفي عادل الرداوي من عين المكان، وكان البارح موجود في الوقفة وكان متبع الموضوع وينجم هو يفسر لنا كل حيثيات الحادث والقرار متاع منع مرور الشاحنات الثقيلة هذية من مدينة القصر قفصة. عادل صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بمتابعي يفهم وين مكانوا يتبعوا فينا. اهلا وسهلا، شكرا لك عادل الرداوي المراسل الصحفي باش تعطينا مزيد من التفاصيل على الوقفه الاحتجاجيه لاهالي التلميذتين للاسف اللي قاموا بغلق الطريق احتجاجا على مرور هالشاحنات. تعطينا اكثر تفاصيل على القرار اكيد الحادث اللي خلى بتدخل، ماهوش الحادث الوحيد اللي خلى الأهالي يحتجوا، بعد نوصلوا للقرار. تفضل عادل. وكذلك وكيف ما كنت نسمع فيكم، هو يوم حزين يعني عاشوا أهالي معتمديت القصر بعد الفاجعة الكبيرة وبعد ما تلقيهم خبر وفاة الفتاتين اللي في سن 12 سنة. الحادثة هي على مستوى الكيلو، على مستوى طريق عدد 15 في اتجاه يابس معتمدية القصر، هي نقطة عبور للشاحنات نقل الفوسفات، وقبلها يعني تتالت الحوادث، بل تقريبا بشهر شاحنة ثقيلة لحظات كانت باش تدخل في دار. وقبلها هذا كيف شاحنة نفس الشيء معناها تثبت في بتر ساق أحد المواطنين. لهنا يعني ولت الحالة معناها الغضب اللي موجودة عند الناس هي نتيجة تراكمات، لأن الحوادث تتالت. وكانت بمعدل قديش عادل الحوادث قاعدة تصير في القصر بسبب هالشاحنات الثقيلة؟ تقريبا بمعدل حادث كل قديش؟ تقريبا كل شهرين، كل ثلاثة شهور نسمع معنا اللي موجود حادث. كل شهرين، كل ثلاثة شهور. الحوادث متكرة دونك، وديما متسببين فيهم الشاحنات الثقيله هذوما اللي قاعدين يعني يعتبر نقطة العبور نتاعهم منطقه القصر. بالضبط، هي تكون الشاحنات الثقيله بصفه مباشره او غير مباشره، يعني حتى كي تعدى شاحنه ربما تاثر على سياره صغيره ولا دراجه ناريه، ولكن تؤدي في حادث في الاخير. دونك هنا هي القطره اللي افاضت الكاس. بعد جاء خبر معناها وفاه الطفلتين شهد فتاح وامال الصغير ربي يرحمهم، يعني على البنيه الاولى توفت على عين المكان، والثانيه معناها بعد ولا خلطوا بها للمستشفى فارقت الحياه. وهنا كانت صدمه كبيره ياسر في ولايه قفصه، ما نقولوش القصر يعني ولايه قفصه كامله. بعد ما معناها هبطت صور الفتاتين على الصفحات الزرقاء وتأثر كبير. أعطينا نتيجة احتجاج هالأهالي بعد توالي وتتالي الحوادث بالمعدل اللي حكينا فيه تكون تسبب فيه الشاحنات الثقيلة لنقل الفوسفات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. هو صحيح القرار جاي للأسف بعد مجموعة من الوفيات، ولكن مش مشكل، في الأخير جاي قرار على الأقل نوقفوا هالتيار هذي متاع الحوادث. لهنا باش نوضحوا بربي قل. للناس بعد حالة احتقان والغضب اللي صار والممزوجه بالحزن والالم من الاهالي واللي معناها تجسد في اثناء تشييع خاصه الجنازه وتشييع الفتاتين، لانهم هم معناها المنازل، حتى المنازل معناها قراب لبعضهم تقريبا 100 متر بيناتهم. اي وعاد القرار نتاع منع مرور الشاحنات هذوما يعني كان صادر منذ مدة، ولكن ما تمش تفعيله، ما تمش تنفيذه. هو أسامة باش نوضحه للناس، القرار الأمس اللي اتخذته السلطات هو قرار وقتي وظرفي، ما هوش قرار رسمي،
ولكن من الأهالي الغضب، الغضب بالناس أنه القرار هو موجود من 2017، لكن للأسف القرار اللي هو يمنع مرور الشاحنات، ولكن للأسف لم يتم تفعيله. القرار يمنع مرور الشاحنات، شاحن خاصة بقولوا الشاحنات 90% هم شاحنات الفوسفات، من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، يعني وقت حركة مرور التلامذة والمواطنين والسير العادي لليوم. ولكن للأسف لم يقع تفعيله. وهنا يأكد كاتب العام بلدية القصر السيد هلال ملوح، يأكد وأنه اليوم الخميس اليوم معناه ستجتمع الجهات المعنية الكل لمناقشة تحديد فترة زمنية مسائية لمرور الشاحنات. اليوم يجتمعوا باش يحددوا الفترة المسائية لمرور الشاحنات الثقيلة مع التسريع في إنجاز الطريق الحزامية بالقصر. واضح واضح واضح. عادل، إضافة سمحني أسامة، إضافة إلى أحداث مفترق دوراني مكان الحادث اللي هو تحديدا أمام بلدية القصر وأمام مركز شرطة القصر، أحداث مفترق دوراني مكان الحادث اللي يتفرع منه 6 شوارع فرعية. وللأسف هو قرار متأخر معنا بعد صارت الكارثة، ولكن معنا ما نقوله على الأقل على الأقل القادم يكون خير ويكون يأمن، يأمن الناس ويأمن خاصة أتلام. مطالبكم مشروعة يا عادل أكيد جدا، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا هالحوادث هذه في جهة قفصة وجهة القصر، وإن شاء الله ما عادش تحصد أرواح أخرى هالشاحنات الثقيلة المعضلة الكبيرة ذي في مدينة القصر. وإن شاء الله القرار ما يكونش زيادة مؤقت يعني، وإن شاء الله وإن شاء الله أي مسؤول يكون موجود في مكانه يكون عنده الإجراء الاستباقي، ما يكونش القرار بعد ما تصير الكارثة. إن شاء الله إن شاء الله يا عادل. مشكور جدا عادل الداوي المراسل الصحفي، كنت معنا مباشرة من القصر ولاية قفصة فيما يخص الاحتجاجات والمطالب المشروعة للأهالي بعد حادث وفاة التلميذتين هذوما بسبب مرور الشاحنات الثقيلة. بعد شوية باش نواصلوا بمزيد من التفاصيل، وعنا توضيح من وزارة الداخلية. تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم بعد هذه الاستراحة القصيرة اللي ما فقتش بها الحقيقة ظروف المباشر. يجينا التفاعل مباشرة من الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام بوزارة الداخلية سيد فاكر بوزغاية، مشكور جدا فيما يخص بعض التصريحات من ضيفتنا الأستاذة آسيا حاج سالم عضو هيئة الدفاع عن المحامي مهدي زجروبة، وباش نكتشفوا كل التفاصيل مباشرة مع ضيفنا لأنه دخل معنا في المباشر. ألو صباح الخير سي فاكر. صباح الخير هريج، وصباح الخير أسامة. مرحبا وشكرا لكم على معناتها أنه تحتونا الفرصة أنه باش نوضحوا. مرحبا. مباشرة طلبت التدخل ما فماش عليش معناها. كنا كان التفاعل نحن بطبيعة. بالعكس نفرح وكان بالتفاعلات هذوما نحن وقبيلة بركة أنا وزميلي أسامة كنا نسمعوا الروايات الرسمية. عمل المهني والحرفي انه ياخذ الراي والراي الاخر أكيد. والتثبت ديما من المصادر الرسميه ونحن ماناش معناتها في غابه، هذه الدوله دوله دونك يلزمنا ديما ناخذ المصادر الرسميه. أكيد. بالنسبه للموضوع اي عندكش تساؤل الساعه؟ لا هو انا ماذا بيا كان النقاط اللي تحب تجاوب عليها نلخص الساعه بعض النقاط اللي قد تظهر لي انه سيدتكم باش توضحوا فيها، لانه الاستاذه وكنت قريت لها توضيح وزاره الداخليه السابق فيما يخص الفيديو المتداول. الاستاذه كانت قالت انه تم الزج باسم مهدي زجروبة في حمله شيطنه موجهه، وانه اللي موجود في الفيديو ليس الاستاذ مهدي زجروبة ولا الهاتف نيت، وبالعكس على صفحات من نقابات أمنية وشيطنة وما إلى ذلك. نتصور هذا هو النقاط. هذا هو نتصور سي فاكر. واضح. بالنسبة لي أعمالنا أحنا كوحدات أمنية أو أعمال مع بحث وتحقيق هو راه شوف نيابة عمومية إذا كان معناتها أصدرت معناتها بطاقات تفتيش وعمل معناتها بحث وتحقيق ترى فما قراءة وأدلة، معناتها نحن مانيش نمشيو على فيديو وحيد الفيديو هذاك بتاع الفيسبوك، فما كاميراوات في المحكمة أخرى
فما شهود، فما سماعات لأعوان الأمن. معناتها ما نتصورش كان معناتها باش يتبلعوا على محامي في هما طرف في القضية. سي فاكر أعوان الأمن هما طرف في القضية، فما شهود أخرين، فما لكاميرا، لكاميرا ولا التسجيلات اللي تحصلت عليهم بالضبط. هذوما اللي وضحوا هذوما شنو ما اظهروا بالضبط، شنو اظهروا الكاميرا على الاقل؟ لا ما نجمش انا نحكي لا، لانه شو سي فكره احنا عندنا الروايه الرسميه اللي كانت موجوده ديجا من البيان انه فما فيديو، وكذلك نلقاو انه هيئه الدفاع تقول لك انه صحيح فما فيديو ولكن ماهوش نتاع الموكل نتاعهم، يعني ماهوش ايه ما فما زاد تقدم للابحاث بالطبيعه باش نجبدوا الادله والقرائن الاخرى موجوده، حاجات اخرى فما قرائن وادله اخرى موجوده معناتها في 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 البحث هذيك زاد كيف كيف معناتها اللي تثبت شكون القام بالعمل المشين هذاك والجريمه اللي صارت. دونك هنا ما نشوفش ندخلوا في الادله، هذه حاجه واضح. ثاني حاجه ثاني حاجه كيف كيف زاد نحن راهو باش نقدموا قضيه وباش نعملوا تتبع قانوني في كل شخص يقوم بالمغالطات والادعاءات مهما كان كمحامي او اي شخص باش راهو باش نقدموا فيه قضايا، معناتها راهو ردوا بالنا لهنا في المغالطات والادعاءات والا باش ينساقوا وراء اطراف معينه. ثم اطراف قاعده معناتها تشوه في العمل الامني وتحاول معناتها انه تعمل مغالطات وكذب على العمل للوحدات الامنيه. انت حبيت تقول لنا لهنا سي فاكر انه وزاره الداخليه سترفع قضية بالأستاذة آسيا اللي كانت دخلت معنا ومختلف آسيا حسالم ومختلف المدخلين واللي قدموا معلومات تعتبرها وزارة الداخلية معلومات مغلوطة. أي إنسان يقدم معلومة غالطة، أي إنسان باش يقدم معلومات غالطة وادعاءات وما عندوش الأدلة الكافية راهو باش نتبعوه عادية مش نتبعوه أمام القضاء. سي فكر هذه فيما يخص تصريحات الأستاذة حول الفيديو المتداول واللي حكينا عليه مطولا حتى من خلال أنا نعرفش شكون الأستاذة. لا أنا احنا لأنه نحكي كل طرف نحكي واليوم مش نستغل كلمة الكل وكلمة الادعاءات والكذب والتشويه في حق وزارة الداخلية وفي حق السادة القضاة راهو باش يتم تتبعهم عدليا. هذه حاجة. ثاني حاجة أضم أطراف قاعدة تشوه في العمل المؤسسات الدولة وهم يطوروا نفسهم فوق القانون وخارجين عن الدولة وما يحبوش معاتها يتفاعلوا مع القضاء، هذه شأن يخصهم ومناش باش نتسامحوا في الشيء هذا. نحن نخدموا من أجل تكريس العدالة وإعطاء الحق كل واحد حقه ونورمالمون مع السادة المحامين يكونوا زادة في نفس الاتجاه. خليوا علوية القانون القضاء هو الفيصل. أنتو كان احنا باش كملوا وبالنسبة للحيثيات هذيا الحيثيات انه التظاهر بالتعذيب نحن ننفي نفيا تاما من وزارة الداخلية انه عوانا تاعنا قاموا بعمل هذه اللي حبيت نسأله لك سي فاكر انه بغض النظر توا على التوضيح فيما يخص الفيديو والاثباتات اللي موجوده عندكم وفي اطار التحفظ ما نجموش ناخذ عليها اكثر تفاصيل، حبيت ناخذ بعض المعطيات اللي تنجم تمدنا بها فيما يخص المعامله اللي كانت حكيت عليها ضيفتنا قبيله اللي تعرض لها الاستاذ مهدي زقروبه اللي قالت انه تم حتى السحل والركل خلال التدخل الامني باش تم اقتياده للتحقيق. هذه اثناء القبض عليه في دار المحامي بالضبط. اي هذه حتى في الايقاف زاد حكيت اي تو نوصلوا للايقاف. بالنسبه لعمليه القبض عليه ديجا بالعكس هما اصلا ثم هناك عمليه تعنيف لاعوان الامن اثناء القيام بواجبهم. عون امن مكلف من طرف النيابه العموميه بجلب شخص او ايقافه ويتم التصدي ليه، قاموا بالتصدي ليه للاعوان الامن وتعنيفهم في وسط دار المحامي والسبهم وشتمهم، هذه زاد ديجا هي ديجا جارين معناتها ماهيش شو انسان يستعصى معناتها في تنفيذ القانون. هنا فما استعصاء وفما مقاومه لاعوان الامن اثناء اثناء عملهم. هذه فيما يخص عمليه بالنسبه فيما يخص الايقاف والبحث نحن مراكز الايقاف نتاعنا سواء معناتها هذه كان في بوشوشه او اثناء البحث نتاعو في عند الوحده المتعهده بالبحث اعمالنا كلها موافقه وكلها مسجله واضح. معناتها
اللي يتكلم من غير دليل يلوم كان نفسه. واضح. موثقة ومسجلة سي فكر. سي فكر موثقة ومسجلة معناها باش يتم تقديمها بطبيعة للقضاء أكيد. عندما يطلبها القضاء بطبيعة القضاء يطلع على كل شيء أكيد. هو الوحيد اللي عنده الحق أنه خليني يطلع على كل خليني شيء. نطرح معاك نقطة. والتسجيلات المراقبة راهي معناتها نشفق عليهم انا العباد اللي تحكي معناتها في المغالطات والادعاءات اللي كانوا يشوفوا معناتها التسجيلات معناتها باش يحشموا الارواح. هذا لسان دفاع دونك اكيد انه في اطار الدفاع على موكلهم باش يلتجوا الى طرق بتاتر تعتبرها انت مغالطات تعتبرها الوزاره. طرق راهي زاده ما نخلوش معناتها ما نمشوش في اتجاه تفصي من المتابعه القانونيه. معناتها الطريقه على اساس انه الادعاء بالتعذيب وكذا هي طريقه للتفصي من العداله والتظاهر ببعض معناتها السيناريوهات معناتها لاثاره الشفقه نوعا ما معناها سي فيك. لا 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 هنا فما مغالطات وفما معناتها رغبه للتفصي من العداله. السيد معناتها يمكن هذا الحل الوحيد اللي لقاوه ما لقاوش حتى ما هو المنطلق سي فكر كان هو سوء الحاله وتردي الحاله الصحيه للاستاذ هذيك علاش بالنسبه لنا نحن كل اجراءاتنا كانت سليمه. واضح. كذلك يمكن حتى نيابة عمومية تنجم تفيدكم بالشيء هذا باش نكملوا في الاقتراح. تم اقتراح عرض طبيب عليهم انهم رفضوا. واضح مشكور جدا. وبالنسبه للاعوان نتاعنا اعواننا وضباطنا راهو الامنيين راهو متكونين احسن تكوين وحتى في القانون معناتها راهنا نحن كي نتكونوا في المدارس الامنيه رانا ناس عامله ماستر في القانون وعامله دكتوراه في القانون. واضح. ماناش جايبين هكاك عباد ناس معناتها متكون احسن تكوين ويشهد لهم العالم بذلك. واضح. ونحن اعمالنا كلها مراقبه زاده كيف كيف بالنسبه لمراكز الايقاف راهو الرابطه التونسيه حقوق الانسان تجي وقت تحب. واضح. المنظمات الحقوقيه والمنظمات الدوليه معناتها في حقوق الانسان كيف كيف تراقب لمراكز الايقاف نتاعنا في جميع الاوقات. معناتها هذه كله احاديث ليس لها معناتها اي صحه. واضح. يعني نردوا بالنا خلق هذه السيناريوهات من بين التشويش للتفصي من العداله خاصه انه السيد معناتها كان متلبس بي 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 بالجرم نتاعه هذاك الحل الوحيد يمكن اللي قعد لهم لان نحن وزاره الداخليه راهو باش نتبعوا جميع الادعاءات والمغالطات. واضح سي فكر مشكور جدا. سي فكر ما يسالش سؤال جانبي. لا مش الموضوع هذا بالتاكيد ولا بالنفي فما خبر يدور على مواقع التواصل الاجتماعي انه فما رئيس مركز غادر تراب الوطن بطريقه غير سريه هل تاكد ولا تنفي لي كان فما اجابه؟ هذا مش التدخل نتاعنا. اي نعرف انا قلت لك سؤال جانبي كان في مقدورك عندك المعلومه جاوبتنا لانه الناس كلها تسال ودحضا للاشاعات ماذا بينا ناخذ المعلومه من عندكم انتم بيان سور تو في وقت اخر نجمو نحكيو فيه نرجعوا له باهي دونك نرجعوا هكا عنا اكور مع سي فكر انه باش يكون عنا مداخله فيما يخص هذا الموضوع والموضوع اللي يهم اسامه برشا ومازال يتابع فيه منذ ايامات حول حرقه رئيس المركز. انتوكا مشكور جدا سيد المتحدث ونطق رسمي باسم وزاره الداخليه على التفاعل اقتضى التوضيح باش تكون عنا كل وجهات النظر. دونك باش نكملوا نحن اسامه في التغطيه نتاعنا يقولوا لي انه محمد علي الفرشيشي حاضر ما نجموش ما نختموش بيه محمد علي الفرشيشي هذا كان مومون خاص شويه الحقيقه انا ما نجمش يكون عندي نفس هكا التفوق والعلاقه في المومون هذايا بالذات اللي كان ما بين برهان وبين محمد علي الفرشيشي ولكن خلينا ننطلقوا في وجه السوق في البرمجه الخاصه الى ان تعود ربريك هذايا في ليميسيون امبوسيبل. سي محمد علي صباح النور. صباح الورد والياسمين ليك ولكل المستمعين واسامه طبعا معاك اكيد يخليك واحنا في حي ابن خلدون واحد خليني نقول وديما نبدا من هنا اليوم مش نحكي عن البطاطا اي قالوا البارح ثم بلاتو تحكي برشا حاجات البطاطا هي ب 980 مليم اي وهذا السعر المتداول توا قاعده تخدم معناها في اكثر حالات الدينار و200 لكن خليني نقول لك اللي البطاطا اثناء عندنا كيما في المشماش عندنا فائض نتاع انتاج وما عندناش التسويق نتاعو كيما يلزم البطاطا معناتها ثم اشكال نتاع التخزين نتاعها البطاطا اللي الكلفه نتاع انتاجها تقريبا تتكلم على الفلاح ب 600 مليم دونك راهي ما تنجمش تتباع باقل من السعر هذاك
نحكي كلفة راهي في التراب. يعني الزريعة، الدواء، الحارس، العمال وغيرهم كلهم يتكلفوا 600 وأكثر حتى من 600 مليم. دونك وقت نلقاها ب 980 تقريبا على التونجونت، معناها تقريبا قد يزيد بالنسبة للفلاح. لازم في اللازم للفلاح. ما تخلصوش، وإن شاء الله نلقاو حلول نتاع التخزين نتاع السابة الكبيرة اللي جاتنا في البطاطا الفصلية نتاع الوقت هذايا. كما في المشماش، المشماش زاد فيه إشكالية كبيرة، خاطر المشماش ما يصبرش، ما تعرف المشماش بعد نهارين يولي يسيب زبدة. قديش هو تو؟ تو المشماش قاعد يتباع يجري من 2000 حتى 3400. هو موجود بعيد شويه. مش الطماطم لهنا نلقاها بدينار 600 مش بدينار 500. زاد كيف وتعرف اللي بالنسبه للمشماش الاشكال هو التسويق نتاعو مستنسين. ديما عندنا احنا في شركه الكروان ثم معناتها انتاج غزير نتاع مشماش ومستنس في شركه معناتها يمشي للشقيقه ليبيا. معبر راس جدير هو هذايا من الاشكاليات القائمه تاع الغلق نتاع تواصل غلق المعبر. ولا مادام مازال الغلق متواصل، مادام ثم اشكاليه في التسويق نتاع السلع هذه. اللحوم الحمراء تويكا، واحنا عاد على ابواب عيد الاضحى المبارك. ايه الله يكون مبروك على الامه الاسلاميه جمعاء يا ربي. العلوش بقداش؟ 42. ذكرت جريس. والبقري، البقري الهبري زاد 42. بالليل العيد شنو احواله؟ ما فيش في كلمه. ما العيد السلعه موجوده اما غاليه. السلعه موجوده اما غاليه. هذه تو نمشيو نهار للرحبه ونشوفوا شنو هي الحكايه بالضبط. مش هكا صبري، رد بالك وراك وقتك. برا نمشيو نشوفوا الدجاج كي قدر علينا ربي وشويه حوت. اي نعملوا طلع الدجاج ونخدموا بالحوت كان بوسيبل. اي اي الدجاج 7980. انا نعرف ياسين نوردين، نعرف انت القيدوم لهنا وانت عميد التجار، عميد التجار. لكن الدجاج يقولوا لي نقص، ويقولوا لي الجمعه هذه كبر الفلوس. معناها الجمعه التالي وصل حتى ل 10000 راهو 9900 وصل. توا بشيخ ويبدا يهبط، يقولوا لي من اليوم باش يبدا يهبط. الفلوس ديما عندنا كبير باهي. نجي نشري ولا وتحسب لي السما ذاك راهو اللي في البلاكر. الله يعينك. ايه قصبك العلوش 40 لهنا ها؟ 45. البقري ذاك ب 40. البقري ب 40. ايه نشوفوا سيدي الحوت. اي نسمعوا في سوام اللحام ونشوفوا في الحوت خاطر. استريليا هي ب 21 و 800. لوراتا. هذيك ب 11 الاستريليا هذيك. بس المرجان. هذا مرجان سنارة. 20 دينار ب 11 برك نبيع فيه. هاك ب 14 و 80. اي مرجان سنارة. اي مرجان سنارة، هاني انا قلت لك مرجان سنارة. انت قاعد تنقل عليا صح. اه صحويات يا فهمت. اي باهي. بومس. السوبيا ب 19 و 800 زاد كيف كيف. خلينا نشوف السردينة. 3980. 4000. 4000. شوية سردينة. اي كعاب. بربي شو عملها كعابر ولا محشية؟ محشية. لو سمني لك الصباح يا ربي. أنا برشا ما عملناهاش. أنا برشا. أنا برشا. صحة وصحة. أو تعطيتكم كبارة يا. كل شيء هنا. أعطونا الزاو ونعطوكم الربوخ. وين الربوخ؟ الربوخ هذا يمكن. باهي. لو راتب 20 و800. هذه نتاع شربة استنى نزل لي ب 14 15 19 و800 سوبيا. الفول سوبيا هذايا شدي يا صبري. صبري يضحك يا يا اريس. ايش علاش علاش؟ خاطر نقول له ماني ديما شاهيه انا خاطر في الجلبانه بالسوبيا. اي انا الحقيقه ما شتيت حتى شيء من اللي ريته الكل كان سوبيا.
كان استوديو عنده الحق، عنده الحق صبري، عندك الحق قد كريز عندك اكيد راك تسمع فيها جروف فلفل بر العبيد هكا قالك وسيمه وقرون فلفل بر العبيد تخيلتها في مخي عايشك يا برهوم هذا القيدوم لاني نتاع الحواشه تحيالي القيدوم ليس الشباب يعودوا يومك هي يقعد تستنى كيف يتمنى تمنى مرحبا يا محمد علي حتى الوقت ايش يقعد ناصب سوق الحوت حتى لنا وقت حتى الوقت ايش حتى وقت ايش يقعد هنا الحواشه حتى ايش من الزمار يلا نص النهار ما دي ساعه في ساعه سكر ما نخلطش عليهم انا كان خلطت عليه كان خلطت عليه يا اسامه صعيب شويه صعيب شويه وسيمه يا اخي نجي معاك بكشي سبت واحد وسيمة لازمو ينسق تكون جولته معاك نوصي صبري كلمني في كل وقت يا اخوي تخي بيان سي محمد علي يعطيك ألف صحة دونك كانت هذي وجه السوق متاعنا اليوم معاك انت تحية ليك والصبري اكيد باش نختموا بنفس الفكرة جست خوفا كرم اللي انت كنت من ابن خلدون اكيد اكيد شنقولك شنخليك تختم بالجملة هذي وما احوجنا للجملة هذي هلا يا ميت دونك ان شاء الله ربي يجريها على صلاح تحية ليك انت والصبري يعطيكم ألف صحة نتقابلوا غدوة ان شاء الله في وجه السوق جديدة معاك انت سي محمد علي الفرشيشي كيف كيف انا وزميلي وسيمة نقول لكم للمرافقة نتاعنا الاستثنائية لليوم وفيت بالربريك هذية متاع وجه السوق عطينيكم أبرز الأسوام إن شاء الله عملنا عودة وسيمة على أهم مسار في 24 الأهم إن شاء الله كنا خفيف ظل على الناس أكيد إحنا ما نعوضوا حد أكيد. وحد ما يتعوض ومانيش في تعويض هي الفكرة ما كانتش تعويض استثنائية وفي ظروف استثنائية جدا دونك الأهم إنه إن شاء الله كنا خفيف ظل على العبيد اللي سمعونا وتابعونا اليوم إن شاء الله ويتابعونا غدوة وكيف تليمات جاية إلى أن يعود برنامج ليميسيون امبوسيبل ان غران ميرسي وسيمة ليك أنت اللي رفقتني في ثلاثة سوية هيدوما تحية كبيرة البجة إيمان في الإخراج الرقمي وتحية كبيرة 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 لحسام المشي في الإعداد نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت باقي متابعة طيبة لبرامج إي أف أم أحلى راديو